يعني ايه ارباجيوز؟ انت عزفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. اهلا بيكم، النهارده هنتكلم عن حاجه جديده في الجيتار اسمها الاربيجيوز او الاربيج. الاربيجيوز يعني ايه؟ احنا كلنا اخدنا الفورمز بتاعت الكوردات كلها، يعني الاشكال بتاعت الكوردات اللي احنا عملناها. فاحنا لو اخدنا مثلا كوردات الوضع المفتوح، احنا شايفيننا مثلا السي ميجر او الدو ميجر، وعندنا مثلا ري ميجر، مي ميجر، واخدنا كمان الكوردات الباريه، كورد السول ميجر مثلا. الاربيجيو هو عبارة عن تفريدة النوت بتاعت الكورد اللي انت عزفتها ديت، بس نوتة نوتة بتعزفهم كأنهم سلم، يعني بتعزفهم بمجمل ان هم بيكونوا في الاخر الكورد، النوت بتاعت الكورد دي. طب يعني ايه؟ طب انا هتعلم ايه لما انا اتعلم الكوردات ديت او الاربيجيوز ديت؟ احنا اتفقنا ان احنا لما بنيجي نعمل امبروفيزيشن او لما بنيجي بنعزف مع خلفية من كوردات ماشي هارموني، في الاول احنا اتفقنا انك انت هتمشي مع السلالم اللي ماشية مع الكوردات ديت. فلو الكوردات دي كلها تنبع من سلم واحد هتعمل سلم واحد مثلا. بعض الناس بتزود شوية تقولك انا هلعب على حاجة اسمها المودز، هناخدها بعدين نجرب ان احنا نعمل سلالم تانية مختلفة عن السلم الرئيسي بتاع المقطوعة ديت او مجموعة الكوردات ديت، بحيث ان انا ادي تنوع شوية في الميلودي، الناس ما تملش. انت بتعزف في سلم واحد والكوردات ماشية كلها من سلم واحد، بس انا ممكن خيالي ينطلق اكتر من كده. اللي انا هعمله بقى كمان، انا هزود على الترسانة بتاعتنا بتاعت السلالم حاجة اسمها الكوردات. فانا لما باجي اعزف مع الكوردات اللي ماشية، مش شرط ان انا اعزف في نفس سلم بس كده خلاص، مش نوت مجرد نوت بس ماشية، ده انا ممكن كمان استعمل حاجة اسمها الاربيجيوز. فاول اربيجيو هناخده من الوضع اللي هو المفتوح بتاع السول ماجير اللي احنا واخدينه دوت، بس انا هاخده المرة دي من الدو. نغمة الدو دي هتبقى على الوتر السادس، الخانة التامنة، هعملها بالصباع الصغير، بالصباع الصغير نمرة 4 1. الوتر اللي بعديه هتبقى الخانة 7 بالصباع الراء الثالث، وبعد كده الصباع الاول اوريدي موجود على الوتر اللي تحتيه اللي هو الرابع، وهاتني نفس الصباع ده واعمل النوتين اللي تحتيه كمان، والصباع الرابع على الصباع على الخانه نمره 4 في الوتر الثاني، وبعدين الخانه نمره 4 الوتر الاولاني برضو خانه نمره 8، يبقى 8 8. فهعمله كده بالظبط. ده كأنك عزفت الكورد دوت اللي هو هنا، هو هيبقى دو ماجير، بس النوت بتاعته متفردة. اتمرن على الفورم دوت طالع ونازل، هيطلع لي الكورد دوت. طيب لو انا هبدأ من النغمة ديت مثلا، هبدأها بالصباع التاني، يبقى الخانة التامنة على الوتر السادس بالصباع التاني من الوتر اللي هو من ايديا يعني. فعلى الوتر السادس يبقى 2، انزل تحتيه 1 على الوتر 5 و4، وبعدين انزل بنفس الاربعة على الوتر الرابع، وبعدين على الوتر الثالث 3، وبعدين الوتر الثاني 2 و1 برضو 2. فهيبقى عندي الكورد عامل كده. هو نفسه بالظبط الكورد اللي انا عملته دوت اللي هو دو ماجير برضو من الخانة التامنة، بس النوت بتاعته متفردة. اما باجي اعمل امبروفيزيشن، ممكن العب نوت
ممكن احط جزء من اربيجيو مثلا عجبني في الجزء بتاع الكورد اللي هو مثلا نفس الكورد. يعني لو انا لقيت كورد دو ماجير في المقطوع او في المجموعه بتاعه الكوردات اللي انا بعزفها دي، ممكن العب عليها جزء من الكورد المتفرط اللي هو الاربيجيو بتاعي بتاع الدو ماجير ده. فاحنا دلوقتي اخذنا شكلين من اشكال الاربيجيوز، هنتمرن عليهم لان الاربيجيوز دي ليهم اشكال كتيره وبتضيف لهم النغمه السابعه والسته والرابعه والخامسه والفلات 2 والفلات 9. هكمل بقى في الاربيجيوز ديت، كل فتره من الفترات هناخد مجموعه من الاربيجيوز اننا نبدا نحفظهم، وهيبقى دوت بالتنسيق مع الكورس بتاع الار جي تي، لان كل ليفل هيبقى فيه مجموعه سلالم وهيبقى ليها خاصه كوردات كمان بيها، وبعدين في نفس الوقت هيبقى فيه مجموعه اربيجيوز ابتدت تشتغل معانا، بحيث على ما تخلص جزء معين من الكورس يبقى معاك حصيله من الاربيجيوز والسلالم تقدر تستعملها في الامبروفيزيشن بتاعك. ففكره الاربيجيوز بكل بساطه هي مجرد الكورد متفرط معمول النوت بتاعته بس متتاليه مش كلها مع بعض. واشوفكم الحلقه الجايه.